تكثر في دولة الكويت العديد من المبادرات والحملات التطوعية واللي تسعى لخدمة المجتمع عفواً، ويعتبر نادي النخبة من أبرز تلك المبادرات التطوعية المهتمة بالجانب الإنساني. فريق كسوة أو تشسوة، فريق تطوعي يسعى لجمع التبرعات من الملابس الشتوية القديمة اللي يرغب أصحابها بالاستغناء عنها وتوزيعها على المحتاجين. عشان تعرف أكثر وأكثر على هذا الفريق، يسعدنا أن نرحب بالأساتذة اللي معانا، خولة الدايل والأستاذة شيخة محمد لدعي من فريق كسوة الخير التطوعي. حياكم الله معانا أستاذة خولة، نورتنا ومشرفتنا. شيخة نورتنا ومشرفتنا. شكرا. كم عمرك شيخة؟ 15. لك طولة العمر وعسى ربي يبارك لك بهذا العمر وتوصلين الى 150 وانت يعني مثل ما يقولون تبدعين في المجال الخير والخيري. في البدايه لو نعرف الناس من هم فريق كسوه وش اللي تقدمونه وش الاهداف اللي تسعون لها يا خوله؟ اول شيء مشكورين على الاستضافه، حق واجب. طبعا احنا الحمد لله نفتخر ان احنا من الكويت وللكويت خيرنا. فريق تطوعي بدا بالاهل انزين، ونفتخر ان احنا من بلد الخير طلعنا ومن بلد قائد الانسانيه الشيخ صباح الاحمد الصباح. فالحمد لله ان احنا بدينا فكره من الاهل، يعني بيننا وبين نفسنا، ان احنا نشوف عندنا احتياجات، عندنا الناس اللي تبينا اللي هم الاسر المتعفه داخل الكويت عندها احتياجات، فحاولنا احنا شوي شوي نحاول نوفر هذه الاحتياجات. شوي شوي بدات تزيد احتياجاتهم وبدات تزيد الاسر اللي تعرفنا، فاضطرينا ان احنا نسوي فريق تطوعي. فهني هذه البدايه كانت، وفكرتنا كانت جدا بسيطه يعني. والصادم ان هناك اسر وهناك افراد طبعا مو قادرين يشترون الشيء اللي يدفيهم من ملابس. اتوقع عشان كذي انتم اسستوا او سويتوا هذه الحمله، او في حمله جايه بالطريق، يا ريت نسلط الضوء عليها اكثر باذن الله. طبعا اي فعلا، يعني الناس تنصدم ان في فعلا اسر متعفه داخل الكويت. احنا لما نقول اسر متعفه يعني انا شنو اقصد فيها، او شنو اللي انا ابي اتكلم عنه؟ احنا عندنا احتياجات اساسيه في الحياه، اللي هو المسكن، اللي هو الايجار بالنسبه حق الغير كويتيين، اللي هو الاقامه، التامين الصحي، هذه اساسيات. فتخيل اذا انت تبي توفر هالاساسيات في عندك احتياجات ثانيه اللي هو الماكل، المشرب، الملبس، هذا ما يقدرون عليه. واحنا نغطي يعني الاسر المتعفه، لما اقول متعفه المعوزين اللي هم الايتام، اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصه، وجميع الجنسيات داخل الكويت. لما اقول جميع الجنسيات يعني الوافدين، وحتى عندي كويتيين وكل الجنسيات يعني عفوا. وعليكم العافيه ومنها الاعلى. انا بروح حق بنيتنا شيوخه. شيوخه شلون تجمعوا الملابس؟ وشلون يعني شنو هي الاليه اللي انتم تشتغلون على اساسها، على اساس انكم تجمعون ملابس تفرزونها وتوزعونها للاسر المحتاجه؟ احنا نجيب ملابسنا ايون الاسر يعطونا اياهم. حلو. زين احنا نفرزنهم ونوزعهم ونخليهم كمعرض. حلو. هم يجون الاسر المتعففه يتسوقون مثل سوق. مثل سوق. حلو. وتطلعون طبعا الشيء مثلا الزين عن الشيء المو زين، الشيء الجديد عن الشيء المستهلك، وتحاولون يعني ما تحطون له شيء زين، صح ولا لا؟ صح. يبقى عليك العافيه. قبل لا اسال السؤال الثاني، بسالك انت كونك صغيره في العمر يعني قاعد تواجهين واقع اليم، قد يكون اليم، يعني شيء يبي له واحد عنده قوة وعنده قلب قوي. إيه يعني أنا وحدة بتشاية مثلا، يقولون يعني لا يمكن أروح أسوي شيء كذي، أسمع عنها أحاول أساعد من بعيد، بس أنت اليوم موجودة بقلب الحدث، شو تحسين؟ تحسين إنك قد المسؤولية اليوم؟ قد المسؤولية، وهو شيء على كثر ما أنه هو يعور القلب، أنت قاعد تشوفين شيء عمرك ما شفتيه، وشيء يونس إنك تساعدين أحد. أنا أكيد إنك قد المسؤولية، قصدت إنه يعني قواك أكثر. إيه؟ في التعامل وللمستقبل، عشان يوم من الأيام تكونين يعني تعطين هذا الطريق حق غيرك من الصغار، انهم تفتحين لهم هذا الباب انهم يبادرون ويشاركون بهذه الامور الانسانيه. اكيد. طيب الحمله لها وقت معين صح؟ ايه تقريبا. احنا طبعا حملاتنا موسميه، سواء كسوه شتاء، كسوه صيف، اللي هو تجهيز مدارس، تجهيز عرايس كذلك، وعندنا عيد الفطر وعيد الاضحى. اذا تنتهي مع نهايه فصل الشتاء تقريباً. الحمد لله عندنا احنا حاليا يعني بصدد التجهيز حق كسوه الشتاء ان شاء الله باذن الله. حلو. يمكن جانا سؤال، وفريق الاعداد يعني وعليهم العافيه حطوا لنا سؤال جميل جدا حق الاشخاص اللي حابين يساهمون في هذه الحمله. هل المساهمه في هذه الحمله تكون عن طريق فقط الملابس والاطعمه، ولا بنفس الوقت مثلا انا حاب ان برد الكويت وايد يكون يعني حيل بارد وقاسي، على سبيل المثال شخص حاب انه يساهم ببطانيات، باجهزه للتدفئه وغيره من هذه
الامور، هل من الممكن نساهم بهالاشياء هذه؟ فعلا احنا المساهمه لما يقول احتياجات كل شيء انت تقدر، يعني باختصار تشقله بالسياره وتيبه لنا. حلو. تقدر تيبه. فاحنا مقسمين كل شيء، البطانيات وهذه بالعكس هذه الاشياء اساسيه بهذا الفصل، يعني بالعكس على حسب الموسم يعني احنا نستقبل هذه الاشياء. مثل لو هي كسوه عيد كان قلت لك يلا يجيب لي الجديد اللي هو الملابس اللي تصلح للعيد عشان نفرح فيهم قلوبهم يعني. حلو. أحلامه في الموضوع أن بكل فترة زمنية سواء كان أو حتى في الأعياد وحتى في الأوقات اللي مفروض الناس تكون فرحانة فيها، عندكم هذه المهمة إنكم ترضون الكل أو توصلون الشيء المفيد حق الكل أكيد. طيب أكيد إذا بنتكلم عنكم كمجموعة تطوعية، متى بلشتوا ومنو الأفراد اللي عندكم وشنو المهام اللي متوزعة هنا؟ طبعا احنا بدينا يعني للامانه من قبل 2010 طلعنا في السوشيال ميديا عن طريق الانستغرام ب 2013 الاوفيشال يمكن انتشرته اكثر ب 2013 انزين، وبعدين ب 2015 حصلنا على شهاده بادر للاعمال التطوعيه وصرنا تحت الهيئه الخيريه الاسلاميه العالميه. يعني وعليكم العافيه صرتوا تحت مظله عالميه خلينا أيوة. نقول وهيئه معترف فيها طبعا زين لجمع التبرعات او غير من هذه الامور. اي طبعا. حلو. لو نتكلم عن امكانيه اي شخص من انه يساهم معاكم، ناس تحب الاعمال التطوعيه، ناس تحب الاعمال الانسانيه، كيفيه التطوع معاكم وماهيه التطوع معاكم وشلون الواحد ينضم الى فريق؟ انا وايد اعطي شسوه التطوعي. اي طبعا عادي، طبعا التطوع مفتوح لكل الاعمار، يعني انا فعلا لما اقول كل الاعمار عندي من 10 سنين وتحت ما شاء الله شيوخه يعني إيه. اكبر مثال لا اله الا الله. اي طبعا، وعندي والله يعني الحفيد واليد كلهم يوني يعني يتطوعون ويانا يعني فيزاهم الله خير. فبالعكس احنا التطوع عندنا مفتوح، احنا لما نعلن عن يعني حمله يبدون يسالون المتطوعين، نحط رابط ويون يشتركون ويختارون الفتره اللي تناسبهم، مسائيه صباحيه الوقت كل هذا يعني ينسقونه بالرابط. يعني الامانه يواليكم العافيه على هذه الجهود الجميله. شيخه الدعي مشكوره ان اليوم انت اعطيتي مثال لي انا ما ابي اسميه المراهق الكويتي كثر ما اقول الشاب الكويتي المبدع، شلون هو عنده هذا الحس الانساني الجميل. استاذه خوله يواليكم العافيه ومنها الى الاعلى باذن الرحمن، وعقبال ما تصيرون اكبر منظمه عالمية إن شاء الله تكسي هؤلاء الناس المحتاجة من هذه الأمور. طبعا نشكر الأستاذة خولة الدايل والأستاذة الشيخة محمد الدعي من فريق كسوة الخير التطوعي على العنوة وعلى الجية. راح ننتقل معاكم إلى السينما وعبد الرضا بن سالم وشنو راح يقدم لنا في السينما.